البرق الأسود، صاروخ عاصف قاتل من الدرجة الأولى لا يرحم وبلا شفقة، لا مثيل له في العالم حتى الآن. يمكنه الصعود إلى القمر والانقضاض على الولايات المتحدة ومحو مدينة نيويورك في ثوان معدودة. هل سمعت من قبل عزيزي المشاهد عن صاروخ يتم دفعه بالطاقة النووية؟ نعم، صاروخ يعمل بالطاقة النووية ويحمل رؤوسا حربية نووية. هل سمعت بصاروخ سرعته غير محدودة ومداه غير محدود؟ صاروخ نووي بالكامل، صاروخ جوال وانزلاقي وعابر للفضاء والقارات، صاروخ شبحي بل فائق الشبحية، ولا يمكن لأي رادار أن يكتشفه أو يشوش عليه. الصاروخ الروسي بورفاستناك هو أحد الأسلحة التي أطلقتها روسيا الحديثة كأعظم قوة على وجه الأرض، قوة تضع كل شبر في كوكبنا ضمن مرمى نيرانها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية لأخطر أسلحة بوتين التي عرفتها البشرية. بورفاستناك الصاروخ الذي أعجز الولايات المتحدة. السرعة، يحلق صاروخ بورفاستناك بسرعة 11 ماخ، أي ما يعادل 13 ألف كيلومتر في الساعة، عند التجربة الوحيدة التي أجرتها روسيا في العام 2018. بينما كشفت وزارة الدفاع أن الصاروخ يتمتع بسرعة متغيرة، وأنها تبدأ من 9 ماخ وتصل إلى 20 ماخ بحسب خصائص الوقود النووي الذي يتم تزويد المحرك به، والذي يتم اختياره بناء على النطاق والمسار ومعطيات أخرى. محرك بمدى لا نهائي. يعمل صاروخ البرق الأسود بواسطة محرك معزز يعمل بالوقود النووي الصلب، وأيضا من جملة المعلومات المسربة حول المحرك أنه يعمل بوقود متغير التركيز والخصوبة، وهذه الميزة بحسب الادعاء الروسي للحد من العوادم الإشاعية الناجمة عن مفاعل المحرك. والمضحك المبكي أن من يمتلك أضخم ترسانة نووية ويلوح بين الحين والآخر باستخدام أسلحته الذرية وارتكاب مجازر نووية يخشى على البيئة والمجتمعات من ارتفاع معدلات الإشعاع الضار. نطاق البرق الأسود. يمكن اختصار الشرح عن مدى صاروخ عاصفة النجوم بورفاستناك بأنه غير محدود المدى أو المسافة، حتى أن أقل كمية وقود يتم تزويد المحرك النووي بها قادرة على دفعه لعشرين ألف كيلومتر، في حين تقول وسائل إعلام روسية إنه قادر على الصعود للقمر والالتفاف عليه قبل العودة نحو هدفه. تصميم البرق الأسود. يحمل صاروخ البرق الأسود تصميماً هندسياً مشابهاً لصاروخ كانت KH-55 مع مقدمة تشبه مقدمة صاروخ كينزال على شكل قطع ناقص، أي إنه صاروخ فرط صوتي شبحي بامتياز. سمح هذا التصميم بدخول كميات هائلة من الهواء إلى المحرك النووي لتقليل الضغط الجوي المقابل، كما أن تمرير الهواء عبر هيكل الصاروخ يؤدي إلى تقليل الاحتكاك والمقاومة والحرارة، كما أن هيكل الصاروخ الذي أبدع الروس في صنعه هو خليط من عشرات المعادن ورمال السيليكون والكربون. هذا المزيج يجعل هيكل الصاروخ قادر على تحمل درجات حرارة قد تتجاوز 1000 درجة مئوية نتيجة الاحتكاك المباشر مع الهواء، ويمنع وصول هذه الحرارة الهائلة إلى الرأس الحربي والدوائر الإلكترونية. والحديث عن التخفي هنا من نوع آخر، ليس كما الحال في الطائرات الشبحية أو الرادارات العكسية أو أنواع الطلاء المشتت لموجات الرادار ولا أي من تلك التقنيات، فسرعة الصاروخ وحدها تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة، وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار يكون الصاروخ قد قطع موجات أخرى أيضا، ما يعني أن أحدث الرادارات ستكتشف هدفا يظهر لثانية ويختفي لعدة ثوان، وبالنتيجة ستكون أحدث منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل اللحاق به. وتعرف هذه التقنية باسم سحابة البلازما التي تحيط بالصاروخ نتيجة سرعته العالية. كيف يتم إطلاق البرق الأسود؟ يطلق بورفاستناك من منصات متحركة أو شاحنات مخصصة أو من صوامع أرضية أو من البوارج الحربية والغواصات، مما يعيق على العدو التنبؤ بموقعه أو التجسس عليه. ومن غير المؤكد بعد ما إذا كان بالإمكان إطلاقه جواً،
لكن عند النظر إلى حجم صاروخ البرق الأسود ومقارنته بصاروخ كينجال وصواريخ كروز من نفس ذات الفئة والحجم، فغالباً يمكن للقاذفات الاستراتيجية إطلاقه من الجو، وبذلك يكون هذا الصاروخ هو الأخطر في الثالوث النووي الروسي. المواصفات العامة والرأس الحربي. يبلغ طول صاروخ البرق الأسود 12 متراً وقطره 94 سنتيمتر ووزنه 8 أطنان. أما حمولة الرأس الحربي فتبلغ 800 كيلوغرام، ويمكن حمل رؤوس حربية تقليدية حرارية أو كيميائية لاستخدامها ضد أهداف ضيقة، أو حمل رأس حربي نووي بقدرة 500 كيلووات قادرة على تبخير أي شيء ضمن مساحة 1 مليون متر مربع. ونذكرك عزيزي المشاهد بأن القنبلة النووية الأمريكية التي ضربت مدينة هيروشيما اليابانية أواخر الحرب العالمية الثانية كانت فقط بقدرة 15 كيلووات، فلك أن تتخيل حجم انفجار رأس حربي نووي بقدرة 500 كيلووات. كيف يتم توجيه صاروخ البرق الأسود؟ يعتبر نظام التهديف أيضاً من عوامل القوة في الصاروخ الروسي، حيث يتم توجيه الصاروخ عبر 3 أنظمة. هي نظام القصور الذاتية الذي تديره مستشعرات مدمجة في الصاروخ تمكنه من تحديد موقعه الجغرافي بشكل تلقائي، ونظام الملاحة العالمي أيجلوناس المماثل للنظام جي بي اس، ونظام التلفزيون الذي يعتمد على مطابقة صورة الهدف التي يتم تزويد الصاروخ بها قبل إطلاقه مع الصور التي تلتقطها كاميرا مدمجة في الصاروخ. ويقوم كمبيوتر مدمج في الصاروخ بمطابقة البيانات الواردة من جميع الأنظمة ومقاطعتها مع بعضها البعض وتحديد نقطة منتصف يتجه الصاروخ نحوها بنسبة خطأ قالت روسيا أنها لم تتجاوز متراً واحداً، مما أثار شكوك المراقبين حول هذه النقطة. وتتيح وصلة بيانات متطورة من طراز لانك 22 الاتصال بالأقمار الصناعية لمراقبة مسار الصاروخ والمناورة به طيلة مسار الرحلة. التاريخ التشغيلي. لم يخض بعد الصاروخ الروسي غمار أي حرب، لكن الكشف عن بعض خصائصه تزامن مع تهديدات الزعيم الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا والدول الغربية باستخدام القوة النووية. قد يكشف الكثير عن أسرار هذا السلاح الفتاك إذا استمر التصعيد بين موسكو والغرب. وفي العموم يعود مشروع إنتاج الصواريخ الفرط صوتية الروسية إلى العام 1996، وفي العام 2017 أعلنت روسيا أنها اعتمدت 6 نماذج لصواريخها الفرط صوتية. وفي العام 2018 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية عيد النصر على النازية دخول صواريخ كينجال وأفانغارد وتسيركون وأربعة صواريخ فرط صوتية أخرى في خدمة الجيش الروسي. لماذا يوم النصر على النازية؟ لم يختر بوتين عيد النصر للإعلان عن تفوقه العسكري لمجرد أن ذاك اليوم يعتبر مناسبة وطنية سوفيتية، إنما هي رسالة تهديد مبطنة وجهها بوتين للعدو القديم الجديد ألمانيا ومن في صفها، على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأعضاء في حلف الناتو. في الختام، شاركنا عزيزي المشاهد في التعليقات بتقييمك لصاروخ بوريفاسنك، ورشح لنا اسم سلاح منافس له أو منظومة قادرة على ردعه لدى حلف الناتو.